هذا موقف سيادي خاص بالمملكة المغربية، ولها كامل الحق في أن تقوم بهذا الإجراء حرصا وحفظا كذلك على حدودها الجغرافية، وأن العملية تتم في صيغة قانونية وسيادية لا علاقة لها بأي مصادر أخرى. ولكن المغرب كدولة حوارية، فالحوار موجود حفاظا على مصلحة المغرب، وبالتالي فهذا موقف سيادي يعني لا علاقة له بأي مواقف أخرى. هذا فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.